قال مدير هيئة التنسيق لتقييم الخطر الإرهابي في بلجيكا بول فان تيغلت في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى قيام تنظيم داعش بإرسال مقاتلين جدد إلى بلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية. بهذا الصدد عززت بلجيكا التدابير الأمنية في المناطق الهامة بما فيها مطار بروكسل والقطارات والمراكز التجارية ودور السينما. كما أعلن تيلت عن إبقاء مستوى التحذير من التهديدات الإرهابية في كل الأراضي البلجيكية عند الدرجة الثالثة، ما يعني أن التهديد لا يزال خطيرا وممكن الوقوع. يذكر أن هجمات بالقنابل وقعت في مطار زافينتيم في ضاحية بروكسل ومحطة المترو القريبة من مقر الاتحاد الأوروبي في اليوم 22 من الشهر الماضي، ما أدى لمقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد عن 300 آخرين.